نجمه تلفزيون واقع كيم كارداشيان في الواجهه. الأضواء اليوم سلطت عليها في باريس، حيث كانت النجمة العالمية ضحية سطو مسلح وسرقة مجوهرات قدرت قيمتها بملايين اليورو في أحد فنادق العاصمة الفرنسية أثناء مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة. الناطقة باسم كارداشيان أعلنت أن عملية السرقة نفذها مسلحان تنكرا بزي رجال الشرطة وتمكنا من سرقة مجوهرات من دون تعرض النجمة لأي أذى، ولكنها لا تزال تعاني من أثار الصدمة، وعلم أنها خضعت لجلسات علاج نفسي مباشرة بعد الحادث. من جهتها أكدت الشرطة الفرنسية أن قيمة المسروقات تبلغ ملايين اليورو، وهي خصوصا من المجوهرات، ويجري تحديد قيمتها الإجمالية. في تلك الأثناء وفيما كان الفنان كانيا ويست زوج كارداشيان يحيي حفلا في نيويورك في إطار فعاليات مهرجان ذا ميدوز، اعتذر عن استكمال الحفل بعد الساعة على بدئه وغادر المسرح على عجل. كانت النجمة البالغة من العمر 35 عاما قد تعرضت الأسبوع الماضي لمحاولة الاقتراب منها ولمسها من أحد صيادي المشاهير. كارداشيان استطاع نجمها بفضل برنامج تلفزيون واقع المتمحور حول عائلتها تحت اسم Keeping Up with the Kardashians.